تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ما توقفتش، لكن دايما احنا بنتكلم على فكرة بناء الإنسان، عشان كده وزارة الثقافة قررت ان هي بالتعاون مع مهرجان العالمين الجديدة تتحرك بفوق كبير جدا من المكتبات المتنقلة. المكتبات المتنقلة الحقيقة بكل الأنواع اللي موجودة وبكل الأنشطة المختلفة اللي ممكن توفرها للأطفال في المهرجان، وكمان حتى لو خارج المهرجان الشباب اللي جايين او الأطفال اللي جايين من مطروح اللي جايين من اسكندرية اللي موجودين في العالمين الجديدة بشكل عام. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الأنشطة اللي بتوفرها المكتبات دي عشان تبني الإنسان. انا بصراحه ما كنتش متخيله ان المهرجان روعه دي، بصراحه رائع رائع رائع. ان القطاع الثقافي يبقى له المكان ويبقى له المشاركه ويبقى له الوجود ده حاجه كويسه جدا جدا، لان الناس يمكن الثقافه ما عادتش، في ناس متخيله ان لا لسه في اهتمام، والمكتبات العامه موجوده ومتواجده واحنا موجودين. احنا لينا 4 فروع في مكتبه مصر العامه بدمياط، يعني داخل المكتبه في 3 فروع وفرع متنقل بيروح للقرى اللي هي البعيده. بنقول للناس مكتبتك من امام بيتك، عاملين لهم نقاط تمركز في القرى علشان نقول لهم احنا موجودين عشان نقدم خدمات الإعارة والرد، وبنقدم لهم فصول محو أمية عاملين في المكتبة وعاملين فيها كل الخدمات. الأنشطة اللي بنقدمها هنا في المهرجان هنا هي أنشطة كلها ثقافية وفنية وترفيهية، ألعاب من سوري، نشاط مسرح رايز، نشاط تلوين، هنعمل لهم رسم على الوش، كل الحاجات دي إن أنا بقدمها للطفل كمكتبة ثقافية وكخدمة أنا بقدمها لهم. فدي جايين نشارك في المهرجان، يا رب إن شاء الله نكون قدرنا يعني نشارك بأي حاجة ونكون نالت على رضا أهالي مرسى مطروح. هي بصراحة كانت أول مرة والمكان جميل جدا، وأحسن حاجة فيه إن هي مجاني ومتوفر لكل الناس. هي المكتبة دي متخصصة للقراية وإن هي تزود ثقافة الناس، في نفس الوقت الأطفال اللي هي دماغها مش في القراية قوي ممكن تلون، تعمل أنشطة بتحبها، تتفرج على مسرح عرايس، وبقى في مكافأة بلالين كمان. أنا بحب ألون وبحب كمان أرسم على وشي، هما بيرسموا لي رسومات حلوة وأنا بحب الرسومات اللي هما بيرسموها هنا. النهاردة يعني ساعة كل حاجة، يعني هو يوم جميل النهاردة، وأكتر حاجة حبيتها يعني كل حاجة الصراحة مكان حلو. أكتر حاجة عجبتني هنا في العالمين الجديدة البحر، وأكتر حاجة هنا بتبسطني اللي أنا بقرأ كتب هنا كتير. ممكن الكتب اللي بحب أقرأ مثلا عن الثقافة وممكن عن التاريخ، وممكن الأنشطة التانية اللي بحب هو مثلا الرسم. أولاً احنا بنوفر استعارة، بنوفر مكتبة إلكترونية، بنوفر خدمات أشغال يدوية، في ألعاب، في أهم حاجة الطفل يدور على المعلومة جوه الكتاب بأي طريقة، كلعبة بقى، كأشغال يدوية، كتلوين، تحت مسمى طبعا رؤية مصر 2030 اللي هي بقى المواطنة وترشيد الاحتياجات الريسايكل، كل ده احنا شغالين عليه بحاجات بسيطة جدا بحيث ان الطفل يطلع عنده الفكرة دي. مشاركتنا في مهرجان العالمين دي حاجة طبعا تشريف احنا نتشرف بيها جدا طبعا، بدعوة من وزير الثقافة ان احنا نيجي هنا نشارك بأنشطة المكتبة علشان نغطي الفعاليات الثقافية داخل العالمين الجديدة. وطبعا العالمين الجديدة حاجة جميلة جدا وبلد رائعة، واحنا انبسطنا جدا اول ما جينا والله. زي ما شفنا في التقرير، منظومة مكتبات مصر بتستكمل رحلة نجاح مكتبات مصر العامة المتنقلة، وده من خلال ضمها مجموعة من المكتبات عددهم 5 لأسطول المكتبات الخاصة بها. تم إضافة المكتبات 5 الجديدة من مدينة العالمين الجديدة عشان ينطلقوا للمحافظات الحدودية المصرية، وهي أسوان والوادي الجديد والغردقة ومطروح، طبعا بالإضافة لمكتبة متنقلة جديدة لمكتبة مصر العامة الرئيسية في الجيزة، هدفها قرى حياة كريمة وبتيجي تحت شعار في القراءة حياة كريمة. الحقيقة أن عمل المكتبات المتنقلة في مدينة العالمين الجديدة ووجودها علشان تخدم رواد المهرجان من شباب وكبار في السن وأطفال عمل جو من البهجة، لأن حرفياً مفيش حاجة ناقصة في مهرجان العالمين. هنتعرف أكتر عن المكتبات المتنقلة من خلال اتصالنا بالسفير رضا طايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة. سيادة السفير برحب بيك.
اهلا بيك استاذه ليلى. اهلا بيك. ايه هي الخدمات اللي بتقدمها المكتبات المتنقله لجمهور العالمين الجديده؟ يعني ايه كانت الفكره من وجود المكتبات دي في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه؟ طب اسمحي لي بدايه كده ان اتحدث عن العالمين في ثواني. انا الحقيقه سعدت جدا وشعرت بالفخر ليس فقط بالمكتبات المتنقله وهي مهمه وضروريه واصبحت ضروره للنشر، ولكن ايضا بما أراه اليوم من إنجازات تنموية في العالمين الجديدة اللي كانت واحدة من أكبر وأكثر فصول الألغام عالمياً، حوالي 20 مليون لغم أرضي، إلى واحدة من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مش بس في مصر بل في العالم على الإطلاق، مدينة تتحول من أرض الألغام إلى أرض الأحلام والتنمية. كانت عملية إزالة الألغام ملحمة تاريخية تضاف لبطولات وإنجازات القوات المسلحة المصرية المسفرة دايماً والمنتصرة بإذن الله. بالنسبة للمنجزات الثقافية الخاصة بالمكتبات المتنقلة، هي بتجسد التنمية الثقافية في شكل المكتبات المتنقلة اللي بتعتبر الحقيقة نقلة نوعية جديدة لمنظومة مكتبات مصر العامة الأساسية أو الثابتة اللي هي حوالي 27 مكتبة حالياً، واللي بيرأس مجلس إدارتها السفير عبد الرؤوف الريدي، وتهدف بها وزارة الثقافة من خلال صندوق مكتبات مصر العامة الوصول بالمنتج الثقافي إلى كل محافظات مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ريفا وحضرا، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية ورؤية مصر زي ما حضرتك قلت 2030. بيبلغ أسطول المكتبات المتنقلة حاليا 19 مكتبة تم تدشينها من خلال ثلاث مراحل، واحدة منها كانت السنة اللي فاتت في مايو 2023 في مبنى وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آخرها طبعا المرحلة تدشين أربع مكتبات بالأمس في مدينة العالمين 11 أغسطس الجاري بحضور الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة. طب أهمية هذا التواجد سيادة السفير في العالمين الجديدة وفي المهرجان ومواعيد المكتبات دي، هل هي بتعمل على مدار اليوم ولا إيه مواعيدها بالتحديد؟ هو طبعا العالمين الجديدة بتشمل أنشطة عديدة فنية متعددة، رؤية أضيفت البعد الثقافي الخاص بتشجيع النشأ على القراءة، عمليات ترفيه ليهم من خلال الأنشطة الكثيرة الفنية التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا كنا متواجدين امبارح في الاحتفالية الحقيقة ب 12 مكتبة متنقلة، هيبقى اثنين منهم في العالمين الجديدة لتستقبل وترحب وتقدم العديد من الأنشطة الفنية والأشغال اليدوية وورش الحك وأنشطة علمية وأنشطة تكنولوجية مختلفة، ودي هتكون طبعا على مدار اليوم، يعني على مدار اليوم لفترة مثلا أسبوع قادم إن شاء الله. يعني الموضوع مش بيقتصر على مجرد عرض لمجموعة من الكتب، لكن في أنشطة كمان يمكن بتناسب أكيد متطلبات العصر والحاجات اللي بيحتاجها الأطفال بالتحديد. بالظبط كده، بالظبط كده. والحقيقة يعني هو المكتبات المتنقلة زي ما قلت حضرتك هدف أساسي الوصول إلى كل مركز ومدينة وقرية ونجع في مصر. إحنا المكتبات الموجودة حاليا التي كانت تعمل قبل الخمسة الجديدة حققت تقريبا نسبة إنجاز 70% تغطية لمدن ومراكز مصر. القرى يعني حققنا من الهدف حوالي 30%، لكن الهدف النهائي او التارجت النهائي لهذه المكتبات المتنقله يعني نجاحنا هيرتبط بقدرتنا على ان نغطي ليس فقط المدن والمراكز ولكن ايضا كل قرى مصر، ودي تنفيذا الحقيقه لمبادره حياه كريمه. هو لفت انتباهي سياده السفير شعار في القراءه حياه كريمه، شعار بيتلائم مع اهداف المكتبات المتنقله وكمان وجودها في القرى المصريه المختلفه زي ما حضرتك بتقول. طبعا هي طبعا يعني الجمهوريه الجديده تاخذ بعمليه التنميه الشامله. التنميه ليست قاصره فقط على البنى الاساسيه والمرافق، ولكن هناك ايضا التنمية الثقافية تسير بالتوازي جنبا إلى جنب
مع التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. يعني أغلى ثرواتنا القومية هي الإنسان المصري، نحن نستثمر بالثقافة في الإنسان المصري لأنه فعلا هو المستقبل. الجيل الشباب النشأ دول مستقبل مصر، لابد أن ننمي قيم الولاء والانتماء والارتباط بالوطن. يعني أنا امبارح طلبت أنه ياريت يكون في شريط فيديو يعني يجسد أو يشرح قصة العالمين سابقا وحاليا. العالمين حينما كانت حقل ألغام والجهد الرهيب الذي أقيم في وقت قياسي من أجل الوصول بها فعلا إلى مقصد من مقاصد السياحة العالمية في مصر. ده حقيقي ظهر على أرض الواقع وشفناه من خلال مهرجان العالمين اللي وضح كمان إزاي المنطقة دي اختلفت بهذا الشكل وضمت أنشطة كتير. أنا بشكرك شكرا جزيلا السفير رضا الطيفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، شكرا على وجودك معنا.